السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت بضن يكوحلن كنال كينا عافيماتك دريال كعافيماتك نولوشا يبرت بيش كاينو كلن هاي فيسبوك بواين السلامينا وقت وعن إيا نولا إيا نذير رجينينا مقال كان وحاين كسو قادنينا لابد داريري ودايمانا وان حبونين إنا دبدا وقصو سارتو جيركاك ولوب هاي هاينات كلها جعلاوضو وأدوب وقول علي سوى شركة أنت أتكو هاي كرتو أتكو هاي سو يلا بد ضريري ولو بهاي هاي شركة هذا إن أتك صارتو وأد هلا وق صارتو وولي بعد كده داشو إن أنا شركة هذا أنا كوه كان مركي واي كصوب حن لبدن وشركة كوي لعشتة عفيمات كهذا يي كوي لعليان لبدا كله وشركة أتك صو صارتانا عفيمات كشركة هذا يي كوي لعليان أين كسر دوان والله بدر شيء أما الله بدر ضرير إيان حبونا إن الشركة قاعد كسر صارت عافية ما دهان مركلية جيو هذا بنا سيب ده هذا ينقول دعائي بالشاهن وحي تهاي اللي بدنا بين نسكلا ويدارني الله بدي اللي دون يين إن الشركة كل عيننا وين نسكت دعينا أو الشركة وين كسر صارنا الله بدي اللي دون يين إن الشركة أين كسر صارنا وين هاي سنة وواحد مدابة إن كلها تعلاب إنه ويضا لباتا دا سيا جرسا هدبا ينو كلا سارنو لبادا الشاي اما لبادا الداريري اما لبادا ديعان اما لبادا بيئي لوبا هاي هاي انا تشركا قاعد كو عديسو واند كسو سارن تكوباد وزليفا زليفوه واندوفتا عندوفتا انا ديسكاد دا عديسو نولوش هادا انتا عقلقا اقو تشوغو اتامكا اقو سحي هاي سكايلالي عندوفتا وحي نو فايديسا وحيابه هذا مهمة وعنتده وقوم معان اتشرك نقاطه وتعنتده ينو قيسة وتعنها ينو قيسة وتهذا الكينجا كينتا وحي عنروفته كغيب قادة الدفاع اتشركه وحي كروي سميسا مقرو أرغانيز دميسكا اما تشير ميسكا صورة عنتده ايا كدبادة ينجا يما ديها ودو اينوغو سببتو ايا كسان كينجا سوغالا ايا كاف كينجا سوغالا با ديعانه ده يا إنسان مسك عن روف تلوس دايو وحيلات دجال لمن يدلان وحكو شرتا ناتشرال سبيس سنسيس تريتمنتية ودوينة ودبيعية ووالحد دبيعية وشركة نيرالنا يا وقوينة يا ونفقينة يا وحصو جلنا كسارية هذا بع عن روف تاس إن دسكتوفتو وامدان ليجي حد عديق وحنوصنا يا هيسكتوفي dadka qaar baa waxa ay aaminsan yihiin waxa uu arkaa wax fooriyaan ama wax dhibaya wax ku dhibaya haba yaraatay ma jirto hadaa marka ay dhibaato ku jirto ama ay marka wax balqan ka soo go'ayo calwasheena waxa ku jira natural acid ay leedahay ama stomach acid ba jirta calwasha ku jirta hadii la calay wax raacan halkaas dheefshiidkaas ayay marka ka dilaya oo kala saaraya hadaba aan dhufto faa'iidadaas ay leedahay adduunka inta ku tulno shahay ila shaan dhuftaa sidoo kale aan dhufto meelaha lagu tuftufa akhlaaqada iyo anshaxa iyo aadaabta qofka ibn aadamkaana uma wanaagsana waana macdan iyo diamond aad iska daadinayso oo marka dhiigaaga cada iyo unugyadaadii cada iyo isay protein iyo vitamin ku jireen oo jirkaaga faa'iido u lahaa ayaa daadinaysa oo jirkaaga ka soo baxaya dhinaca kale macdanta kale ee aan la daadin ee jirka in badan lagu celiya waxa weeyaan manida ama waa biyaha taranka ibn aadamka ilaahay ka abuuray ragga iyo dumarka ba ku jira biyaha taranka lama daadiyo laguma israaf illa mar xilliga daruuriga ee xilliga ubadka lagu raadinayo ayuu baa loo baahan yahay inay soo baxaan inta kale siyaabaha waxyaabaha aanu ka digno ee dadku ay iskaga falaashayaan ama dabada ay iskaga soo saarayaan ama sifu ay uga yimaanayso caafimaad ahaan waa ku qara difaaca jirkaaguna waa u dhamaanaya labadaniba difaaca jirka ayay ka qayb qaataan caafimaadka qofka ayay ka qayb qaataan waaba waxa aynu ku soconaynaa aynu ku noolahay hadaba taana macdantaas ilaahay uu ka abuuro inaka aynu ka abuuranay ee sabab aynu u noqonay inaynu adduunka ku nimaadno inakuna aynu ciid kale hadii ilaahay markaa xugmo aynu ku abuurayno in la ilaaliyo ayaa muhiima وانو قضبك طبعاً آدك ومهمك لبادا داريري شركة اغسي سهلاً يوغا صوبحين لكن انك وينو رايال سنة وصيف فتوط باغ مودة برشادو ينا يوغو فلاشتو
وأهرنتا يكو سميان دينا عكالي لبادة داريري إيهيغ اللو بهاي هاي جيركا إن داك داك اللوغة صو سارون واي سويت تاكوباد واي ديديدكا ديديدكا جيركاغا إناد كسارتا واي مهم وحا اللو بهاي هاي إناد جيركاغا أد ديديدكا كوچناد كسارتا إناكو كاوي نسكو علينا بابا مودة إنو جيركا نونو بهاي هاي وحلقة سارون هادبا كاوي يانك اللو بهاي هاي إناد كسارتا oo in badan aad orato oo aad socoto oo gucla aad samayso ilaa aad dididayso oo dabada iska soo saarayso marka aad didido ee kadib wuxooga aad qabowdo ee aad ka meerato bal waxaad qiyaasta farxadda aad helayso haddaad diiqadaysay diiqadii waa kaa baaysa haddaad cadaysay cadaadii waa kaa baaysa haddaad xanuunsanaysay xanuunkii waa kaa baaya haddaad hargabsanaysay hargabkii waa kaa baaya haddaba arrintaana fadlan ogow oo xusuusnow qodobka kale ee yadna loo baahan yahay jirka inaanu ka soo saarno oo aanu ku hakan waa kaadida kaadida dadku way kaydsadaan sidoo kale waxa ay sameeyaan biyaha ay iska ilaaliyaan si aanay u gaajin labadaasuba waa qalad kaadidu marka ay ku qabato la iskuma celiyo degdeg haddii ay kaadi ku qabato si ugu dhaqsaha badan waa inaad markaas goobta ugu dhow aad u tagtaa sidoo kale waxa loo baahan yahay kaadida inaad ka baqdo maaha kaadida inaad badisa ayaa muhiima oo biyo badan aad cabto oo kaadi badan ay kaa yimaadaan biyo badan baad cabaysaa isku celin maysa kaadidii haddana waad ka saaraysaa jidhkii biyo badan baad cabaysaa isku celin maysa haddana jidhkii waad ka saaraysaa taasi waa labada dareere faa'iido ayay kuu tahay kaadida oo jidhkaaga aan ku jirin oo aad ka soo saarto waxaad ka helaysaa caafimaad aad u ballaaran dadka in badan baa waxay ka wahsadaan inay suuliga ay tagaan ama ay soo gaajaan waxaa kale oo jirta biyahana way iska yareeyaan sidaynu aragnay si aanay hadhowto aanay kaadi u qaban haddaba arrintaasu totali caafimaad ahaan waa ku qalad biyo badanna waad cabaysaa sida aynu tilmaamnay ayaad samayn doontaa markaa biid milaa saddexda labadaa dareere ee loo baahan yahay jirka in lagu celiyo iyo labadaa dareere ee loo baahan yahay jirka in laga soo saaro ayaa muhima inaynu muuqaalkeennuna dabcan uu diiradda ku saaraya candhuufta waa shayga ugu qaalisan ee aynu ilaahay nagu arsaaqay ee dareeraha iyo sidoo kale macdanta taranka ibni aadanka labaduba waa labada ugu qiimaha badan haddaba arrintan faysfeesanka ee bulshadeennu ay isweydaarisay ama soo kale horjeeda arrintaas inaynu aad uga taxadarna ayaa muhima oo bulshadu ay iska ilaaliso oo ay ka taxadaraan maalin dhoweyta waxaa qoraal inoo soo qoraya walaal ka tirsan walaalaha ku xidhan kanaalkeenna caafimaadka waxa uu inoo sheegay in ay ku dhacday inuu cunuhu qalalo inuu markaas aanu xalalkii aanu ku adagay inuu dhibaataysan yahay xilli kasta ayuu inoo sheegay dabcan waxyaabaha ka qayb qaadan kara waxaa dareemi kartaa maalinta ay kugu yaraato candhuufta maalinta candhuufta aad weydo ayaa faa'iidada ay leedahay aad dareemaysaa adiguna waa iska daadinaysaa macdantaasuna maalinta ay kugu yaraato ayaa dareemaysaa macdanta taranku faa'iidada ay kuu leedahay awood ahaan iyo raganimo ahaan iyo xataa qofnimo ahaan caafimaadkaagaba intaasaynu kusoo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.